إذن حافظ ريال مدريد على لقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا بفوزه في نهائي كارديف على يوفنتوس بأربعة أهداف لواحد ليعزز رقمه القياسي باثني عشر لقبا في أعرق الكؤوس الأوروبية. انتهى العد العكسي وحان الوقت، الجميع في كارديف الآن، وبعد أسابيع من الكلام، من السكوت، من التفكير في السؤال، حان وقت الرد. من سيستمر في كتابة تاريخه، ومن سيعود ليفرض واقعه في نهائي كبيري أوروبا؟ ريال مدريد زيدان أم يوفنتوس أليغري؟ ليس بخفي على أحد رغبة غونزالو إيغواين بأن يكون له الكلام أولا، فكانت أولى تسديدات الملكي القديم في أحضان نافاس. ويستمر ضغط البيانكونيري على فريق العاصمة الإسبانية لتعلو الوتيرة على نافاس بتسديدة بيانيتش. خطورة اليوفي أصبحت ملموسة أكثر منذ دقائق المباراة الأولى. جماهير البلانكوس بدأت تبحث عن نجمها، عن من أكد أن دفاع يوفنتوس الحصين وسده العالي به ثغرة. وها هي، أنا الدون كريستيانو رونالدو، وأنا هنا أسجل متى أريد وأينما أريد. رونالدو يمنح مدريد التقدم بهدفه. الجميع انتظر رد فريق السيدة العجوز التي تلقت الصفعة الأولى. فرقة العمليات البيضاء والسوداء استنفرت في أرضية ملعب الألفية في العاصمة الويلزية، وبعد هجمة منسقة إيغواين يهيئ الكرة لمانجوكيتش، والمحارب الكرواتي ينفذ بطريقته. سوبر ماريو اليوفي يفاجئ لاعبي الريال معادلا النتيجة بهدف لمثله، وهي نتيجة شوط المواجهة الأول. في الشوط الثاني كان القرار الملكي بالهجوم، وأولى الرسائل من مودريتش تلقفها بوفون، لكن ما خفي كان أعظم. ضغط الريال استمر، كرة مرتدة من دفاع اليوفي يردها كازيميرو ومن بعيد في مرمى الكبير، كرة انحرفت بقدم لاعب الريال السابق ساميخديرا لتغدر بوفون وتقتل حلمه. وما كاد يوفنتوس أن يفيق من واقع الصدمة حتى كانت النهاية. رجل المهمات الصعبة سي آر 7 ينهي كل شيء. الهدف الثالث وأمال اليوفي أصبحت بعيدة المنال. عريس ويلز جاريث بيل يدخل نهائي كارديف ليحتفل مع رفاقه، وعلى الجانب الآخر بديل أليغري كوادرادو يفقد السيطرة ويتلقى الحمراء، ليكون مسك ختامها مع ورقة المستقبل أسينسيو الذي وقع على رابع الأهداف في الدقائق الأخيرة في ليلة الرباعية، رقم أكبر مما تلقاه اليوفي في كل المسابقة هذا الموسم. انتهى كل شيء، وأسطورة الكرة لاعبا أصبح أسطورتها مدربا. بقيادة زيدان يصبح ريال مدريد أول من يحافظ على لقب تشامبيونز ليج بمسماه الجديد. سيد أوروبا يتوج بلقبه الثالث في السنوات الأربع الأخيرة، وفي تاريخه إنها الثاني عشر.